ماتش هذا ولا لا؟ بديتو ما نحبش نحط معناها تأخير المنتخب تأخير معناها مباريات البطولة كشماعة بالنسبة للتحذيرات. نحن لا أولا رؤساء النوادي عندهم ألف حق خاطر نعرف شنو اللي يحسوا به ونعرف الشيء اللي قاعدين يمروا به. وكما قلت استثنينا الترجي والفريقي اللي عندهم معناها ما شاء الله ينجموا يصرفوا الاخرين معناها في صعوبات كبيرة كل الفرق في صعوبات كبيرة دونك انا معهم في الشيء هذية. شفتوا انه لوساتور اللي متكونة من الكيب ناسيونال من اللاعبين المحلي متكونة من الفرق اللي قاعدين يشاركوا في البطولات الافريقية الترجي نادي بنزرتي النجم الرياضي الساحلي ونادي الرياضي الصفاقسي وبقية اللاعبين قاعدين ينشطوا لبرا ثلاثة لاعبين من النادي الافريقي معناها جو بونس كو انا مرة اخرى لقيتهم جاهزين بصراحة جاهزين بدنيا جاهزين فنيا ينقصهم ريتم المباريات سفري ما عندهمش 90 دقيقة في ساقيهم لكن أصريت أنهم باش يكونوا موجودين لأنهم هذوكم لاعبين حس أنهم في المستقبل قادرين باش يعطيو